الاخوة الصحفيين، مساء الخير لجماهير الفريق رجاء البيضاوي في اطار لقاء تواصلي المنعقد بمناسبة الوضع الراهن الذي يعيشه فريق رجاء الرياضي. فانعقد لقاء تواصلي ضم 25 منخرط ديال النادي من اجل دراسة الوضعية الآنية للفريق في ظل الاستقالات التي تقدم بها مجموعة من اعضاء المكتب المديري، وفي ظل تحديد تاريخ في ظل البلاغ الاخير الصادر عن المكتب المديري القاضي بعقد جمع عام انتخابي. خلص الاستاذ المنخرطون الحاضرون في هذا الاجتماع الى ثلاث نقاط. النقطة الاولى دعوة المكتب المديري الى تحديد تاريخ عقد الجمع العام الانتخابي، وكذا تحديد جدول اعمال هذا الجمع العام. النقطة الثانية انصرفت الى تحديد موعد لاحق لتشكيل لجنة لتتبع ومراقبة تصريف الاعمال ديال المكتب المديري من الان الى غاية عقد الجمع العام الانتخابي. والنقطة الثالثة ندعو منها من خلال هذا المنبر وبناء على هذا الاجتماع كندعو جميع الاخوة المنخرطين اللي كاينين معنا في النادي على انهم يحضروا معنا في هذه اللقاءات، لان الامر يتعلق بالمصلحة العامة للنادي ديال واللي هو نادي عالمي اللي هو فريق رجاء الرياضي البيضاوي. وشكرا. انتم كمنخرطين كيفاش كتشوفوا التكتيك في المباريات الاخيرة؟ جدول الاعمال ديالنا كنصاب في هذه النقطة باش ما ندخلش في حتى شي حاجة. 25 حتى 28 هذا اول لقاء تواصل، وكان مجموعه من المنخرطين اللي تعرضوا عليهم الحضور. وبالنسبه لنا احنا فهذه الطريقه ان شاء الله، ونتمناو على ان الجميع يحضر معنا، لان الامر كيتعلق بمصلحه واحده اللي هي مصلحه ديالنا ديالنا نادي الرجاء البيضاوي العالمي. واش غادي نشوفوا شي رئيس سبق لي على انه تقلب منصب الرئاسه، ولا غادي نشوفوا وجه جديد؟ احنا ما عندنا علاقه بهذا الشيء، احنا دابا اللي تنهضروا عليه هو جدول الاعمال اللي كان في هذه النقطة، هو النقط اللي قلنا لك، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، المسألة ديال الرئيس وداك الشيء، قال التاريخ ديال الجمع العام الانتخابي ونشوفوا اللوائح. لحد الآن راه ما كاين والو، ما كاين حتى شي لوائح، ما كاينش حتى التاريخ ديال الجمع العام الانتخابي حتى هو. شكرا. أنا هضرت لأن اللي تكلفت به هو جدول الأعمال، هو هادشي اللي كان عاد خاصو. شكرا. السلام عليكم، مساء الخير للصحفيين ومساء الخير لجميع جماهير رجاء البيضاوي. في اطار لقاء تواصلي منظم من طرف مجموعه من المنخرطين ديال النادي رجاء البيضاوي، تم عقد واحد الاجتماع تواصلي ومن خلاله تم دراسه مجموعه ديال النقاط. الخامسه الحاضرون لا لا خليهم على خاطرهم، خليهم كيهضروا. الا بغاو يتصايلوا، الا بغاو زعما يعطيونا واحد دقيقه من وقتكم، الا بغاو يهضروا خليهم يهضروا. مساء الخير الاخوه الصحفيين، مساء الخير جماهير فريق رجاء البيضاوي. في اطار لقاء تواصلي المنعقد بمناسبة الوضع الراهن الذي يعيشه فريق رجاء الرياضي، فانعقد لقاء تواصلي ضم 25 منخرط ديال النادي من اجل دراسة الوضعية الآنية للفريق في ظل الاستقالات التي تقدم بها مجموعة من اعضاء المكتب المديري، وفي ظل تحديد تاريخ في ظل البلاغ الأخير الصادر عن المكتب المديري القاضي بعقد جمع عام انتخابي. خلص الأستاذ المنخرطون الحاضرون في هذا الاجتماع إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى دعوة المكتب المديري إلى تحديد تاريخ عقد الجمع العام الانتخابي، وكذا تحديد جدول أعمال هذا الجمع العام. النقطة التالية
انصرفت الى تحديد موعد لاحق لتشكيل لجنه لتتبع ومراقبه صريف الاعمال ديال المكتب المديري من الان الى غايه عقد الجمع العام في انتخابها. والنقطه الثالثه ندعو من خلال هذا المنبر وبناء على هذا الاجتماع كندعو جميع الاخوه المنخرطين اللي كاينين معنا في النادي على انهم يحضروا معنا في هذه اللقاءات، لان الامر يتعلق بالمصلحه العامه للنادي ديال اللي هو نادي عالمي اللي هو فريق رجاء ديال البيضاء. شكرا. انتم كمنخرطين كيفاش كتشوفوا التحكيم في هذه المباريات الاخيره؟ جدول الاعمال ديالنا كنصرف هذه النقطه باش ما ندخلش في حتى شي حاجه، لان اخوان تلفوني مهضرش هذا الشيء. فانا انا كرجاوي جو حتى واحد ما راضي على هذا الوضع اللي كاين، ولكن نبقاو في اطار جدول الاعمال. وشكرا لكم. شكرا شكرا ناس. أكيد. أكيد. أكيد.